فين؟ أنا بصاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار سمو رئيس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه سفير جمهورية فرنسا لدى البحرين برنار رينو فابر بمناسبة العيد الوطني لبلاده بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وعدد من المدعوين. ونقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة تحياتي وتهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى قيادة وشعب فرنسا الصديق بهذه المناسبة الوطنية، وتمنياتي سموه لجمهورية فرنسا بمزيد من التقدم والاستقرار. وأكد مستشار سمو رئيس الوزراء عمق ومتانة علاقة الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين وتميزها في شتى المجالات، بما يعكس الحرص المتبادل على توطيد أطر التعاون المشترك. من جانبه أعرب السفير الفرنسي عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون في شتى القطاعات بما يلبي المصالح المشتركة ويحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.